سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل امبارح دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، وخلال اللقاء أكد سيادته حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياساتها الوطنية، وده لأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية. كمان امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع تابع فيه الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووجه سيادة الرئيس بتعزيز دور الجامعات في دراسة العلوم الحديثة الخاصة بمجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي. كمان وجه سيادة الرئيس بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجيا. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد دارين تانغ مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وايبو، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد حرص مصر على دمج موضوعات الملكية الفكرية في سياستها الوطنية، وذلك في ظل يقين الدولة بأن المعرفة والابتكار والبحث العلمي هم ركيزة أساسية للتقدم والتنمية الاقتصادية، حيث تدعم مصر في هذا الإطار أوجه التعاون مع المنظمة في مختلف مجالات عملها، خاصة البحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم رواد الأعمال والمبتكرين، حيث تم من هذا المنطلق إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مصر. من جانبه أعرب السيد تانغ عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مثمناً جهود مصر في التعاون مع الوايبو لدعم الملكية الفكرية وبناء القدرات، إلى جانب مساندة جهود التنمية وإتاحة فرص عمل لشباب المبتكرين، وهو ما تجسد في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي شارك في إطلاقها في مصر، وذلك تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030، وهو ما يجعل من مصر نموذجاً ملهماً يحتذى به في سائر منطقة الشرق الأوسط بالنظر إلى قيادة السيد الرئيس للبلاد نحو إنجازات تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات وبناء الدولة الحديثة. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الاجتماع تناول استعراض الرؤية الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف استراتيجية التعليم العالي إلى تعزيز دور الجامعات في بلوغ غايات الدولة وأهدافها الوطنية المنشودة، خاصة ما يتعلق بالتنمية وبترسيخ دراسة العلوم الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات والبرمجيات وتكنولوجيا الشمول المالي، موجهاً سيادته بتطوير عمل الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية لتحقيق رؤية الدولة في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة ومتميزة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية العريقة. وقد عرض الدكتور أيمن عاشور في هذا الإطار موقف مشروعات وزارة التعليم العالي ذات الأولوية استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، خاصة ما يتعلق بجاهزية سلسلة الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية على مستوى مختلف المحافظات وكذلك الجامعات التكنولوجية. كما استعرض السيد وزير التعليم العالي رؤية الوزارة المستقبلية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على صياغة برامج تعليمية حديثة تستند إلى عدد من المبادئ أهمها التخصصات المتداخلة والمرجعية الدولية والريادة والإبداع، مع الاعتماد على المدخل الإقليمي لكل جامعة للتركيز على الأنشطة التنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية للجمهورية ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، فضلاً عن التدقيق في التوزيع الديموغرافي الحالي والمستقبلي للطلاب وتأثيره على توزيع وأعداد المؤسسات التعليمية ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة لخدمة الأنشطة الاقتصادية. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير التعليم العالي عرض أيضاً جهود دعم الجامعات الأهلية المتميزة في مجال
مجال البحث العلمي التطبيقي في المجتمع، وذلك عن طريق عدة مجالات كالذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي والمواد الصديقة للبيئة والاستخدام الأمثل للطاقة والزراعة الذكية. كما اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مقر للمبعوثين والدارسين المصريين بيت مصر بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال العام القادم، فضلاً عن آخر الاستعدادات لاستضافة مصر لأسبوع الفرانكفونية نهاية شهر أكتوبر القادم، وذلك بحضور لفيف من وزراء التعليم العالي بالعديد من الدول المتحدثة بالفرنسية، والذي سيشهد استعراض الخطة المستقبلية لتطوير التعليم العالي باللغة الفرنسية في مصر بالتعاون مع المنظمة الفرانكفونية. زي ما حضراتكم شفتوا وتابعتوا، اهتمام من رأس الدولة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التعليم العالي وتحديدا بالجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية الحديثة. احنا في صباح الخير يا مصر لسه امبارح كنا مخصصين حلقة كاملة على مدار 3 ساعات بنتكلم فيها عن الجامعات التكنولوجية الحديثة. الموضوع بدأ امتى؟ بدأ في 2017، كان مجرد فكرة، خدوا الموافقة، بدأوا يشتغلوا 2019 بالفعل. اول جامعة تكنولوجية هي جامعة القاهرة دخلت الخدمة، وبقى عندنا ناس دلوقتي في سنة ثالثة في أقسامها المختلفة وفي برامجها المختلفة، لأن هي مش كليات، يعني هي مش كليات، هي برامج دراسية. وبحسب ما شفنا وتابعنا امبارح في اللي شاف حلقة امبارح، يعني البرامج دي بتخصص وفق الحاجة لهذه البرامج. احنا مثلا بنعمل طفرة حاليا في السكك الحديدية، فتلاقينا عاملين أقسام للسكك الحديدية، شغالين على الهيدروجين الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة، فعندنا أقسام للطاقة الجديدة والمتجددة. امبارح طبعا الحلقة بكل تأكيد موجودة على صفحاتنا المختلفة على السوشيال ميديا، موجودة على اليوتيوب، موجودة على الفيسبوك، لأي حد حابب ان هو يتفرج ويشوف الجامعات دي عبارة عن ايه، من جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية لجامعة الدلتا الموجودة في أويسنا لجامعة أخرى في بني سويف، وكان كمان عندنا جولة مهمة جدا في جامعة مصر للمعلوماتية، هذه الجامعة اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا في مدينة المعرفة، جامعة مهمة جدا 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 موجودة في مكان العاصمة الإدارية بيحتضن كبرى الشركات والمؤسسات العالمية اللي بتشتغل في مجال التكنولوجيا. مهم جدا كمان يا بسنت ان النظره تختلف. حقيقي الاستثمار الكبير قوي والاستثمارات الضخمه اللي في الحقيقه اللي الحكومه استثمرتها في مجال التعليم الفني هتغير النظره المجتمعيه اللي يمكن كانت عندنا على مدار سنين. يعني الاستثمار في الانسان بقالنا سنين قوي باصين للتعليم الفني على انه يمكن مش حاجه مهمه قوي، لكن في الحقيقه النهارده احنا شايفين قد ايه السوق المصري والسوق العالمي، مش بس المصري، احنا شايفين دوله زي المانيا قايمه على التعليم أو خريجين التعليم الفني، وظائف التعليم التكنولوجي. فإحنا النهاردة في الحقيقة الجامعات دي هتوفر اللي محتاجه السوق المصري. النهاردة مينفعش كلنا نشتغل نفس الشغلانات، بقى خلاص في شغلانات تانية السوق محتاجها، سوق العمل مش بس في مصر، لا في العالم كله. وفي الحقيقة الاستثمارات الضخمة دي في مجال التعليم التكنولوجي بيخرج لنا مبدعين كتار قوي يمكن في هذه المجالات. خلينا كمان نروح لخبر تاني يا شاذلي. امبارح كان في اخبار واحداث كتيره جدا، وخلينا نقول ابرزها هو الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومه في العاصمه الاداريه الجديده لمتابعه الموقف التنفيذي لمشروع ممشى اهل مصر، وكمان متابعه حل مشكلات المستثمرين بمحافظه القاهره، وتوقيع الاكاديميه الطبيه العسكريه بروتوكول لتطوير التعليم والتدريب الطبي. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عمله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي. وأكد رئيس الوزراء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل اللي بتتضمن باب كامل عن الحياد التنافسي، وده بيعكس اهتمام الحكومة بضمان المنافسة العادلة والتوصل لسوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع ممشى أهل مصر، وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة سير هذا المشروع الحضاري في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في استكمال تطوير ممشى أهل مصر بمختلف مراحله،
على النحو اللي بيضيف مظهر حضاري للعاصمة ومتنزه لأهلها. كمان امبارح رئيس الوزراء تابع حل مشكلات المستثمرين بمحافظة القاهرة، وده في إطار جهود الدولة لتشجيع المستثمرين على التوسع في استثماراتهم والتغلب على أي تحديات بتواجههم في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات. امبارح أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الثالث من إصدار جهود على طريق التنمية، واللي بيوضح الجهود المبذولة للنهوض بقطاع السياحة تزامناً مع الاستعداد المحلي والعالمي للاحتفال بيوم السياحة العالمي اللي بيوافق 27 سبتمبر. كمان أشار إلى أن فنادق القاهرة حققت قفزة ملحوظة خلال الربع الأول من 2022 بزيادة 106% في نسب الإشغال مقارنة بالربع نفسه من السنة اللي فاتت. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك توقيع الأكاديمية الطبية العسكرية بروتوكول تعاون مع شركة ميديتراين إيجيبت لتطوير أساليب التعليم والتدريب الطبي طبقاً للمعايير المقررة والمعتمدة من قبل المعهد الأمريكي للصحة والسلامة وكلية الجراحين الأمريكية والجمعية الأمريكية للمسعفين والطوارئ، وده بيأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد وتأهيل الكوادر الطبية من العسكريين والمدنيين بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الطبية الدولية. أما في المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت امبارح، واللي منها تدريب العاملين بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية على السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنفيذ 1253 مشروع للشباب ضمن مبادرة مشروعك في البحر الأحمر وتوفير 250 فرصة عمل خلال ملتقى التوظيف لخريجي التعليم الفني في الغربية، وأخبار أخرى هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، أبرزها متابعة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لإجراءات إنزال أسماك لبحيرة قارون بعد التحسن النسبي الملحوظ للمياه، وقال محافظ الفيوم إن القيادة السياسية بتستهدف الارتقاء بكافة البحيرات ومنها بحيرة قارون لعودة الحياة المائية والثروة السمكية بها لسابق عهدها. في الإسماعيلية أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالمحافظة عن إجراء الكشف على 2012 مواطن بالمجان خلال القوافل الطبية اللي نفذتها مديرية الصحة خلال النصف الأول من شهر سبتمبر، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الوادي الجديد اعتمد المحافظ اللواء محمد الزملوط خرائط المخطط التفصيلي لمدينة الفرافرة، وده تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية في إطار خطة الدولة لإقامة مناطق مخططة على البناء العشوائي. في سوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة تفقد محطة مياه الأحايوة الشرق المدمجة بمركز أخميم واللي بتأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونسبة التنفيذ في المحافظة وصلت ل 85% وهتخدم 44 ألف نسمة بقريتي الأحايوة الشرق والكولا بأخميم. في الإسكندرية أوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالمحافظة أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالسلامة والصحة المهنية بمركز التدريب بمحطة التنقية الشرقية، واللي ركزت على أهمية وأهداف السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. في الغربية نظمت وحدة الانتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة ملتقى التوظيف لتشغيل خريج المحافظة من التعليم الفني بكبرى الشركات طبقاً لقانون العمل، وتم توفير ما يقارب 250 فرصة عمل من خلال 8 شركات كبرى. في البحر الأحمر أعلنت المحافظة إن المشروع القومي لتشغيل الشباب مشروعك وافق منذ بداية العام الماضي ولحد نهاية يوليو على تنفيذ 1253 مشروع بإجمالي 104 مليون جنيه. في الأقصر أعلن الشيخ السيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة إنه للمرة الثانية يتم اعتماد الأسبوع الثقافي بالمديرية، وده في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي للوزارة، وأكد إنه فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني هتبدأ من بكرة في مسجد العارف بالله أبو الحجاج بمدينة الأقصر وهتستمر لمدة 5 أيام.